وسيادتكم اللي هم الشباب يعني جولنا من المدرسة وعندهم علم جيد. طب ايه بقى عايزين ايه؟ محتاجين ايه؟ ما كفاية كده؟ لا طبعا مش كفاية كده. احنا بنستقبلكم ان شاء الله في الجامعة الألمانية لسبب ان انت هنوصلك لكده. ايه يعني ادخن واكبر يعني؟ لا 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 ده اكبر وادخن. ليه؟ لان انت جاي بشهادة عامة زي ما بيسموها كده الثانوية العامة، فهتجيلنا هنديلك خبرة في مجال محدد. هذا المجال ممكن يكون في أي حاجة، يعني في أي حاجة من التخصصات اللي احنا بنقدمها. احنا ليه بقى بنقول ان انت هتجيلنا كده وهتخرج من عندنا كده؟ عندنا هدفنا اساسا ان احنا مش بنخرج موظفين، لا احنا بنخرج قادة، ناس تقود العمل اللي هم فيه، وفي نهاية السلم تقود البلد. المنحة اللي الجامعة الألمانية مقدماها هي منحة كاملة. بتشمل إيه أو بتغطي إيه؟ هي بتشمل مصاريف الدراسة سواء 4 سنين لو هي كلية نظرية اللي هي كلية الإدارة تكنولوجيا الإدارة، أو 5 سنين سواء كلية عملية اللي هي سواء الهندسة الصيدلة أو الفنون التطبيقية. طيب شروط المنحة إيه؟ هي من ضمن الأسئلة اللي دايماً بتقلق أولياء الأمر. طب هي منحة ما فيش شروط ليها، هتفضل منحة كاملة؟ هي منحة كاملة طول ما الطالب محافظ على مستوى الدراسي، محافظ على المستوى الأكاديمي المطلوب، اللي هو المستوى الأكاديمي المطلوب بالنظام الألماني لو بنحاول نوازيه للنظام المصري حاجة زي جيد مرتفع. لما نطلب من طالب من الأوائل الجمهورية إنه يحافظ على مستوى زي جيد مرتفع، فأنا بقى مش قلقانة خالص. وعمري ما قابلت طالب خد منحة كاملة أياً كان برنامج المنح اللي أنا بقدمه وأتعثر لا قدر الله أكاديمياً لدرجة إن إحنا نبقى قلقانين عليه المنحة بتاعته هيجرى لها إيه. زي ما قلت لحضراتكم ده بالعكس، إحنا بنبقى متوسمين إن أنا هشوف اسمه في لسة منح تانية وهو طالب جامعي، وهشوف اسمه في منح أكتر وفي حاجات لسة تفوق أكتر. ليه الجامعة الألمانية بتهتم بالنابغين والمتفوقين؟ لأن احنا شايفين ان دول الخامة الكويسة والمناسبة ان احنا نستثمر فيها لبلدنا عشان يطلع قادة المستقبل، يطلعوا متعلمين احسن تعليم ويقدروا ان هم يأدوا لبلدنا الهدف اللي احنا عايزينه، ان احنا تبقى بلدنا على قمة الدول الصناعية والاقتصادية والمتقدمة. دي بداية النجاح مش نهايته. الانجاز اللي عملته ده فتح لك كل ابواب الجامعات في مصر بما فيهم الجامعة الألمانية اللي هي جامعة النابغين، فده معناه ان انت عندك فرصة ذهبية ان تكون مستقبلك كله، فاستفاد بالفرصة والمنحة اللي احنا مندينها لك عشان تبني مستقبلك، وما تستريحش على نجاح الثانوية العامة لان كفاح كبير، عندك 4-5 سنين هنا جوه الجامعة، واذا حبيت تكمل دراسات عليا هتبقى برضو كفاح حسب الكارير اللي هتحدده. مبروك مبروك على مصر كلها، مبروك على الجامعة الألمانية. ان شاء الله 70 منحة دول نتمنى ان هم كلكم ان شاء الله تبقوا موجودين معانا في التخصصات المطلوبة. الجامعة الألمانية صعب ان انا رئيس الجامعة اقول لكم هي ايه، انتوا عارفينها، ومن كلام المجتمع المصري كله ومجتمع الوزراء اللي تناوبوا طوال السنين اللي فاتت من يوم ما فتحنا الجامعة الألمانية بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت الرؤية والرسالة بتاعت الجامعة واضحة ان احنا فعلا مختلفين، مختلفين للأحسن ومختلفين للأفضل لبلدنا. اتعلمنا بره في ألمانيا، علمونا حاجات كويسة، كنا بنحلم ان احنا فعلا سواء الدكتور أشرف هناك سواء الناس اللي رجعوا من ألمانيا سواء الزملاء الأفاضل ان احنا ننقل حتة كويسة من ألمانيا لمصر. النهاردة الجامعة الألمانية بكل فخر
هي الجامعة الأولى في مصر، مش كلامي، كلام كل من مهتم بالتعليم في مصر بيعرف هذا الكلام. أنا لو عندي ولد أو بنت وكان حظي ويعني الدنيا دعيالي إن يبقى من الأوائل، فأنا ما كنتش هلاقي أجمل ولا أحسن من إن يكون في مثل هذا المكان العظيم. وتحية للجامعة الألمانية اللي النهاردة للعام 12 بتدعم الأوائل في مصر وتجعل منهم بالفعل خير سفراء. النهاردة أنا وجهت التحية للجامعة الألمانية لأنها الحقيقة على مدى 12 سنة فاتت بتقدم منح لأولادنا المتفوقين. وعجبني النهاردة الحقيقة كلام الدكتور أشرف منصور هو رئيس مجلس أمناء الجامعة لما قال أنه أنا مش هدفي هنا الجانب المادي، أنا لما أعمل جامعة زي دي مش هدفي أن أنا أجيب عليها فلوس، أنا هدفي أن أنا أرعى المتفوقين وأن أنا أعمل لهم مسار إيجابي يخدموا من خلاله بلدهم. سعيد جداً لما الجامعة الألمانية بتعزمني في هذا اللقاء الهام جداً اللي هو بشوف فيه قد إيه الاحتفاء بأهم شريحة من طلبة الثانوية العامة. المنح دي طبعاً شيء مهم جداً للطلبة لأنهم بيفتح لهم طاقة جديدة ويفتح لهم ثقافة جديدة على الثقافة الألمانية، وباعتبار أن ألمانيا دولة مهمة في العالم. الجامعة الألمانية هدف ليا انها منحة وانها حاجة متقدمة جدا زي ما احنا شفنا النهاردة، ان شاء الله تبقى من اولويات ان شاء الله. يعني عجبني اللي هو النظام بتاعها اللي هو السيستم بتاعها حلو قوي. ثانيا التخصصات جميلة جدا اللي هو تخصص الصيدلة الكلينيك نازل جديد حلو قوي، ده طبعا في الجامعات اللي بره طبعا بيبقى حاجة خاصة، يعني دي منحة ممكن نخشها احنا هنا. مستوى المعامل حاجة يعني فوق الممتازة، يعني بتنافس يمكن المعامل الموجودة في أوروبا، حاجة يعني طبعا أي واحد بيحلم بها، فرصة ما أعتقدش أنها يعني الواحد ينفع يضيعها لأنها فرصة تيجي مرة واحدة بس في العمر. العدد قليل هنا في بتال التعليم والاهتمام هيكون أكتر من أي جامعة حكومية. متهيألي كمان الدكاترة يعني متفاهمين خالص معانا ويعني عادي كلام عادي وكده. أحلى حاجة فيها الالتزام وبحس التعليم فيها بجد، يعني غير الحكومي والسفر برا والتعليم بيبقى فيها أكتر طبعا. أكتر حاجة حببتني فيها إن في فرصة لسفر للخارج، دي أحلى ميزة فيها شفتها يعني. وسمعت إن الجي سي الشهادة بتاعتها في السي في بتاعي لما أجي أقدم لأي وظيفة لها حجمها يعني في السي في، مش زي أي جامعة مصرية حكومية يعني. حاجة مبهرة جدا الحقيقة، يعني المعامل على أعلى مستوى. أنا بقول إن بنتي في إيد أمينة وهتتعلم كويس وهتتعلم صح. يعني في تنظيم جيد جدا في الجامعة، في سيكوريتي عالية جدا والمعامل الممتازة والنظام بتاع الجامعة بصراحة شدني بطريقة غير عادية.